باب الخلق. يا رب تكون الأمور كلها تمام. أنا بس الأول بسجل شكري الكبير للدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بالزمالك، لأنهم سمحولنا نصور في التقرير اللي حضرتكوا شفتوه امبارح بتاع عيشة هنفع. وزارة الثقافة في المتاحف عندها بتاع أرقامها كبيرة، وإحنا دلوقتي بنمر بظروف مالية زي ما أنتوا أدرى بيها. لكن الحقيقة دكتور الفنان إيهاب اللبان ساعدنا، والدكتورة إيناس عبد الدايم هي الحقيقة بتعمل جهد رائع جدا. جهد عيني وزراء الثقافة دايما يبان بعدين، يعني مش من الناس مثلا اللي هو مثلا زي وزير الإسكاني يروح باني مثلا 900 عمارة ويروح مفتتحهم، أو يروح باني مثلا 15 كوبري يفتتحهم نشوفه على طول عمله خلال 6 أشهر ولا سنة ولا سنتين. وزراء الثقافة اللي بيبقوا كويسين عشان يبان جهدهم بياخد وقت طويل، وعايز حد ياخد باله كويس، لانه انا بشوف يعني في حركه في قصور الثقافه في بعض المحافظات، في نشاط في وزاره الثقافه في دار الاوبرا نشاط رائع، يعني حاجه كويسه جدا. متمني جدا انه تبقى وزاره الثقافه ترعى وهي معاها دار الاوبرا ان هم يرعوا حفلات في كل حته، يعني في اوبرا تانية في تمنهور، في طبعا اوبرا في الاسكندريه مسرح السيد درويش، لكن عايزين ده يبقى في اسيوط وده يبقى في سوهاج وده يبقى في هنا. طبعا ده في تكلفه كبيره، عايز ميزانيات لانه مش نقل الموسيقيين وتجهيز مسارح وتجهيز اماكن وبتاع. لكن الناس الدكتوره ايناس عبد الدايم بتعمل جهد مش هيبان مش هنحس بيه، لكن المتابعين لحياتنا الثقافيه هيلاحظوا انه في حركه، لانه طبعا مهما كانت وزاره الثقافه امكانياتها محدوده امكانياتها الماديه، لكن نأمل ان احنا نشوف حاجات يعني دايما متقدمة، لان الثقافة دي هي دي هي الحياة. لان الناس تتصور الثقافة هو الصحفي او الاديب اللي بيطلع كان في افلام زمان ومسلسلات ابو نظارة ابو لبس مبهدل ابو شعر منكوش، مش لا ده مش المثقف خالص، يعني ده شكل بس مش هو شكله. زائد ان الثقافة مش كتبه بس، طريقة شرب الشاي دي ثقافة، طريقة تعليم الواحد الكتابة ثقافة، طريقة تحريك الإيد والأداء ثقافة. لذلك تلاقي إن الواحد عنده ثقافات متنوعة، يعني لما تقعد في حضرة ناس معينين تتكلم بطريقة، ولما تقعد في حضرة ناس تانيين ليهم ظروف تانية تتكلم بطريقة تانية عشان تتعايش مع الناس. فالحقيقة بنشكرها جدا وهي بتعمل حاجات يعني نتمنى إن هي تكون ليها أثر على الناس إن شاء الله. عندنا جيجي ومنى، منى وجيجي ومعاهم محمود ومعاهم صلاح، بنتين لطاف جدا دخلوا لغاية البطنية في قلب الضرب الأحمر وعملوا مشروع حاجة تشرف الحقيقة، وبيركبوا بيروحوا يوصلوا لغاية تحت الربع، وبعدين يركبوا التوك توك يدخلهم لغاية الحارة اللي جوه 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 اللي فيها الورشة بتاعتهم. حكاية أنا يعني حبيت جدا أن أسجلها لحضراتكم، وتشوفوا أن الإنسان لما يكون عايز يعمل حاجة مش ضروري يكسب منها ملايين أو بتاع، لكن حلمه بيتحقق، ممكن يكبر، ممكن يقف عند هذا الحد، ممكن يتوسع توسع محدود، مش دي المشكلة أو مش ده المنتظر. المنتظر أن هم حلموا بحاجة وبدأوا ينفذوها. لكن قبل كده بقى، احنا النهاردة مر علينا 3 فبراير وما احتفلناش بذكرى الست ام كلثوم. فاحنا كنا صورنا في المعرض المتحف بتاع الست ام كلثوم. ام كلثوم مواليد 1898، مواليد 1900، مواليد 1904، اختار التاريخ اللي يعجبك. لكن انا ترجيحي حسب قراءاتي القديمه الطويله انها 1998. وتوفيت في سنه 1898. وتوفيت في 3 فبراير 1975. أم كلثوم مش بس صوت مش موجود، صوت ما فيش في صوت فيه مشكلة يعني صوت عجيب، يعني لما سمعوه ناس متخصصين في المزيكا مش عرب، فقالوا سمعوا أصوات تانية فقالوا دي أصوات حلوة قوي، إنما الصوت ده إيه ده؟ ما نعرفش إيه ده. لكن أم كلثوم كانت عصر وكانت فكرة، وكانت تقول لكل فنان ممكن يتغر، أنا أم كلثوم ما بتغرش أبدا،
وببقى عندي 70 سنة والناس تقول قالت الناس بقى تقول أم كلثوم لو قالت ريان يا فجل الناس هتروح لها وتسمعها. لكن فضلت حريصة طول عمرها على أنها تقدم نفسها في أحسن صورة وتقدم كل جديد معاها مهما كان سن الجديدة 20-25 سنة وهكذا. فأم كلثوم حالة لو تحبوا نتكلم عنها أكتر من المتحف ده، أنا طبعا أحب أتكلم عنها جدا لأن أنا يعني مش أكتر من العشق شوية، وحافظ تقريبا يمكن 80% أو 90% مما غنته الست أم كلثوم، وعارف رامي عمل إيه والصنباطي عمل إيه والأصابجي عمل إيه وزكريا أحمد عمل إيه وعبواب عمل إيه وبليغ عمل إيه وعبد الوهاب محمد، هيصة جامدة جدا. فتعالوا نروح نشوف ست أم كلثوم في المتحف بتاعها، ثم نلتقي بجيجي ومنى، أو نلتقي الأول بجيجي ومنى ومحمود وصلاح، ثم نلتقي بست أم كلثوم، ثم نلتقي بدكتورنا الدكتور عمرو يسري هيكلمنا في موضوع غاية الأهمية. كنت أشرت لي امبارح هو إنه إزاي الأب والأم يدركوا سن المراهقة ويحسنوا من سلوكهم هما عشان دوت بيتنقل للمراهق، بعد الفاصل وبعد جيجي ومنى وبعد الست أم كلثوم. وجيجي وعمك صلاح وعمك محمود، وانت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، صباح الفل. ازيك يا جيجي؟ ازيك يا منى؟ ازيك انت محمود؟ صح، وانت صلاح؟ صباح الفل. طبعا اول سؤال لازم اساله ليكوا، انتوا جيتوا ازاي هنا؟ احنا يعني ليه جيتوا المكان ده جوه 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 جوه، مش عارف بطنيه وفي الضرب الاحمر وفي تحت الربع وفي حاره الروم في سوق السلاح، كل ده ينفع على المكان تمام. طب حتتنا امال ايه؟ احنا من اول ما فكرنا ان احنا نعمل حرفه البولغ فروحت خان خليلي عادي جدا وسالت ليه فكرتي تعملي حرفه البولغ؟ عشان احنا في الاول كنا عايزين نعمل في الاول جزم، وبعدين جربنا وحاولنا وما نجحناش نجاح. وليه جزم؟ عشان احنا بنحب الجزم، احنا الاثنين بنحب الجزم. والحقيقه يعني احنا كنا مهتمين ان احنا ندخل الحرف اليدويه في حاجه جديده، يعني ناس كتير بتعمل جولري او لبس او ديكور، فقليل قوي في مصر دلوقتي بيدخلوا مجال الاحذيه لانه صعب جدا. كويس. فاحنا كنا مهتمين ان احنا ندخل الحرف اليدويه في صنعه تراثيه في الاحذيه زي البولغ. طيب درستوا ايه انتوا الاثنين؟ انت درستي؟ انا درست تربيه فنيه في الزمالك وانا درست علوم سياسيه. علوم سياسيه والجزم برضه ليه علاقه بالسياسه؟ داخله كل حاجه يعني. في جزمه شهيره اترمت على الرئيس الامريكاني يعني مش مانع. كويس بالظبط. بس اشتغلنا في الحرف اليدويه واحنا حبينا جدا حكايه الاحذيه فده حبينا بقى نعيد احياء تراث حرفة البولغة. طب احكوا لي بقى المشوار، انتوا اتقابلتوا ازاي وازاي مشيتوا من وسط البلد او ما اعرفش انتوا ساكنين فين لغايه ما جيتوا في المكان ده؟ احنا الحقيقه يعني حب الحرف هو اللي جمعنا. احنا كنا بنشتغل مع بعض في مكان عنده اكبر يعني شبكه حرفيين في مصر تقريبا، كنا بنشتغل مع 36 مجموعه في 13 محافظه. شركه كبيره. شركه بقى لها كتير وبتاخدوا مرتبات كويسه. واحنا يعني مش قوي عشان نتكلم عن الموضوع ده، بس يعني الحقيقه ان احنا ده فتح لنا عينينا والهمنا ان احنا نكمل في شغل الحرف. فمنى تطوير منتج اصلا وتربيه فنيه وانا تسويق،
دي يعني شغلتك. ولقيت نفسي الصراحة في الحرف، وكنا دايما بندور على حد يعمل مجموعة بتعمل أحذية هاند ميد يعني يدوي مصري. مصري. وفبعد ما مشينا من الشغل ده قررنا ان احنا هنعمل مشروعنا، فده كان من 4 سنين. كويس. من سنة 2015. قالكوا 5 سنين بالظبط. فزي ما منى بتقول ان احنا في الاول جربنا نشتغل في موضوع الجزم، بس لقينا ان هو صعب جدا ان احنا نطلع كواليتي حلوه في ورشه. اشتغل ابو صلاح اشتغل عشان الصوره. فبعد لف كتير طبعا منى هي لقيت عم احنا بعد ما وصلنا مرحله الجزم قلنا طيب خلاص ايه اكتر حاجه مصري اصلا في حرفه الجزم؟ طب تمام البولغ. وجيجي كان جالها حد من صحابها قال لها ليه ما تعملوا بولغ؟ انا بلف ده. طب انت عمرك ما شفتي في حياتك واحد لابس بولغ؟ بالظبط. لا هو فلاحين فلاحين في في المسلسلات والافلام. في مسلسلات بس طبعا يعني الحقيقه المغرب هي اللي دلوقتي مسيطره على السوق العالمي بتاع البولغ، مع ان البولغه يعني برضو كان جزء من اصلها الكبير مصري. يعني احنا في مصر في القرون هو اساسا احنا شغلتنا دي كانت احنا اتعلمتوها من اسطوات المغرب، يعني جدودنا متعلمها من المغرب. تمام. يعني ما كنا ده كلنا دوله واحده كله، يعني الناس بتتنقل هنا تيجي هنا. هم كانوا قاعدين اساسا في المغربيين زمان، كانوا بيشتغلوا زمان على اورم و كانوا بيشتغلوا على اورم. ممكن تكون المغربيين دي اسمها كده الاصل المغاربه. ممكن بالكلام انت بتقوله ده وكان فيها يعني مغاربه ممكن جدا. هنبحث فيها دي ان شاء الله. هنبحث اصل كلمه مغربيين ان شاء الله باذن الله، لان ممكن تبقى ليه هم جم استقروا هنا وعملوا البولغه. بس هم البولغه بتاعتهم بتبقى عامله كده من قدام. احنا ما عندناش. هو اللي بيميز البولغه المصري عن البولغه المغربي يعني البولغه المغربي مثلا كده وبتاع عندنا عندي فانتوا أيوة. قررتوا تعملوا بولغه. قررنا نعمل بولغه وندخل عندي تحت بالظبط. فانا نزلت خان الخليلي بدور والف على ناس هو ده مين بيعمله ده مين بيعمله ده البولغ يعني بشاور هناك معلقين واحده على حاجه بس حلو عملت حركه حلوه مش قليله دي كده متعلقه مش هنبص بقى الدور ده. لا دي اللي بتتباع في الزي الاصليه اللي هي العامة محمود اصلا بيشتغل فيها. تمام بالظبط. جيتي تدوري على صنايعي كويس بالظبط. فقابلت واحد قلت له بص انا تعرف حد بيعمل بولغ؟ قال لي اعرف عم محمود. وانا اخدت منه الرقم وانا بكلم الراجل باخد الرقم عم محمود داخل يا سلام فخان خليلي عند الراجل وقابلته وقال لي ماشي اللي انت عايزاه ونعمل. قلت له بس انا هدخل فيه جلد وهعمل فيه حاجات ومش هعمل فيه طباعه زي اللي انتوا بتعملوها وحاجات. قال لي ماشي اللي انت عايزاه مفيش مشكله. ورحت وقابلته وبعدين جيجي وبعدين جيجي في مره قابلته وهي على واقفه بتاكل طعميه بتنجان وخدها ورا على الفيسبوك وجينا هنا بالظبط. دي اول مره قابلت عم محمود خدني على الفيسبوك. وبعدين عم محمود دي كانت ورشتك بقى؟ انا عندي ورشتي تحت كمان. ورشتك تحت؟ ورشتي هنا دي. يعني هم لما جم كانت الورشه دي موجوده؟ لا دي انتوا عملتوها؟ دي احنا عملناها. دي هم بقى ظبطناها. لقيتوا المكان ده ازاي؟ عم محمود اجرتوه ولا اشتريتوه؟ اجرتوه. وبداتوا الشغل؟ وبدانا لا في البدايه خالص. لا ده احنا في البدايه خالص قعدنا. ما انا عارف طلع عينك. انا عارف انا حياتي دي تشتكي منهم. تمام. بيقول لي انا مين مصبرني عليكي ده انا كل ده ماشي ليه؟ عارف ان هي انا خلي بالك احنا بنشوف مشروع فيه فن كبير جدا، لان هم بداوا يعملوا البولغه اولا بيجيبوا ده منين بقى؟ ده الجلد من مدابغ. الجلد ده من مدابغ والجلد ده من شلاتين. بيجيبوا الشغل ده. عندك لفات هنا؟ في لفات عندك كده عشان ونبعتها. ايوه كيس الشلاتين يا عشان. ما اعرفش ازاي هم راحوا يجيبوهم شلاتين، يعني هنعرف القصه دي. يعني هم بيجيبوا الجلد ده اللي هو ده بالظبط ده بيجيبوه من ستات عاملينه في شلاتين. بص الفكره بقى، في ستات او رجاله ما اعرفش ستات قعدوا في شلاتين عملوا الجلد ده واتبقى راحوا جابوهم بيجيبوه من شلاتين عشان يصنعوه يحطوه في يعملوا الجزمه على شكل تاني خالص. ده هاند ميد يعني حاجة معمولة بشغل ايد. شوف الشغل حلو ازاي. يجيبوا ايه اللي عرفكم ان ده موجود في شلاتين؟ من شغلنا في الحرف اليدوية هما الشلاتين بيعملوا منتجات بالشكل ده. يعني هما بينزلوا معارض
وبيعملوا منتجات من النوع ده وزي كده بيعملوا حظاظات وميداليات وحاجات كده. هي الفكره ده اصل تراثهم اصلا, ده اصل تراثهم. فجزء من شغل منى انها بتطور يعني, مفيش حياه يعني للدرجه اللي انت. ما احنا ان شاء الله عندنا زياره لشلاتين قريب, من اسبوعين نروح ونشوف الستات اللي بيعملوا الحاجات دي ان شاء الله. باذن الله كويس. فهي انتوا عرفتوا من شغلكم ان ده موجود في شلاتين. فاحنا بالظبط احنا اشتغلنا معاهم, ومنى بالاساس اشتغلت في تطوير المنتج. فاحنا كنا حابين ندخل الحرفه دي في حاجه منتج جديد, هم ما دخلوش الجلد ده في منتج الاحذيه قبل كده. فاحنا كنا عاوزين عملته بقى. انتوا عاملين احنا بنحب كمان الجنوب. هو عامه كده بالطعم بيه كده الجنوب. الجنوب السلام بالطعم بيه. ده بص عاملين شكل تاني برضو. وبرضه خط يده وبرضه في شغاله. وبعدين بقى يا منى, وبعدين يا جيجي, وبعدين يا عم محمود طورتوا بقى. طورنا. هي بترسم وانا هي بقى أشتغل. منى بترسم وجيجي كان بترسم. اظن يعني انت احيانا انا بساعد منى الحاجات الافكار يعني. منى هي العقل المدبر. ودي العضلات. العضلات. وبداتوا تشتغلوا. هي ترسم وانا اشتغل. وبعدين رحتوا فين بعد كده بقى؟ ازاي ده وصل للناس؟ احنا الاستاذه جيجي وصلتيه ازاي للناس بقى؟ هو الحقيقه يعني احنا من الاول عاملين حاجه من الناس للناس بجد يعني. احنا اهم حاجه عندنا ان الزبون يبقى مرتاح, يبقى الجزمه مريحه, تبقى الفيت مظبوط. فاحنا قعدنا فعلا اشتغلنا على ده تقريبا سنتين بس, بنجرب بنعيد تجارب. بس صنع الجزمه دي مش حاجه قليله. يعني ازاي تبقى الجلد مريح من هنا, وازاي ده يبقى بالزبط. بيتحرك كويس مع الجسم, وازاي بياخد يعني مش حاجه بس مش حاجه سهله. فقررنا ان احنا هننزل في الاول ماركت وبازارات ونشوف يعني ايه المحلات, لان احنا حابين ان احنا نبيع في محلات مش يعني محلات ناس مش سياحيه. بالظبط مش سياحيه بس يعني. بالظبط. فبابتدينا ننزل ماركت وان شاء يعني والحمد لله بنبيع في محل في مصر الجديده. تيجي لكم ملاحظات تصلحوا. طبعا. وكمان طبعاً احنا بنعمل مخصوص يعني, بنعمل كاستمايز يعني. مثلا في بنات كتيره بتيجي مقاس رجلها مثلا فوق ال 40, احنا بنعمل من 36 ل 46, فنقدر نعمل المقاسات كلها. لا واقدر مثلا بالزبط. اكيد ليكوا بقى حاجه على الوسائل التواصل في طبعا يعني ممكن اطلب انا ما عايزه هجيب هديه لبنتي لصاحبتي لكده بالظبط تعملوها. ايوه. عندكم الاولب كلها بالزبط. عندنا الاجل كل حاجه. الفكره ان احنا عندنا 6 ديزاينات وعندنا مثلا 5 الوان جلد او على حسب. كمان احنا دايما بنشكل في الوان الجلد بس بتبقى الالوان اللي هي الايرث تونز اللي هي الارضيه الالوان المعتاده يعني عشان ما تبقاش الزيتي. بس لسه ما عندكوش معرض. ما عندناش مكان خاص بينا. احنا بنبيع في ماركتس, بننزل بازارات, وبنبيع في محلات. طب انتوا ناويين يبقى عندكم معرض؟ هل ده يبقى شيء مجدي بالنسبه لكم؟ احنا نفسنا الصراحه. قول قول. في طلب. انا نفسي في الجراند ايجيبشن ميوزيوم, متحف المصري الكبير. انا نفسي يبقى منتج. هو المتحف المصري الكبير انا ما اعرفش التفاصيل عن المتحف لان لسه ما لم يفتتح. هيبقى في اماكن بيع. حضرتك بتروح اي متحف في العالم بيبقى طبعًا. في جيفت شوب. احنا في مصر يعني احنا يعني فكره بنقدمها للناس يعني انه يعني احنا أول مش بس دول الصندل يعني او الـ فده جزء من تراثنا يعني جزء من طبعا. قدرتوا تخرجوا بالمنتج ده بره؟ يعني ان شاء الله ده هدف من اهدافنا. عن طريق التواصل بقى الفيسبوك والحاجات دي. جالنا محل في اسبانيا وفي بلجيكا طلب. يعني دلوقتي طبعا بنشوف معاهم السامبلز والاوردرز وكده. بس يعني ده هدف من اهدافنا ان احنا نصدر. طب انا كمصري ايه ميزه الحذاء ده بالنسبه لي؟ اولا هي غير ان هي جلد بجلد, وانت بتشتري حاجه مصري هي انت لو ما لبستهاش وريحتك احنا مش بنبيعها. بص حضرتك ازاي يعني انا لو حد قال لي انا مثلا عندي مشكله لابس طريق. لابس وصباعه ضارب هنا مثلا مش مريحة,
مش ببيع حلو. انا مش ببيع له غير ما بيكون بيقيس ومريحات، وده مش هيبان فيه الصوابع بعد شويه، وده مش لا هياخد شكل رجلك يعني. دي انا بقى لقالي لابسها اول عينه عملناها. كويس. دي اول ممتاز. دي منى اول جزمه. ايوه دي بقالك. تعالي يا منى كده بس. دي اول اول عينه عملناها مع عم محمود. دي بقالها اربع سنين. بقالها اربع سنين دي. وبتلبسها كل يوم. واضح انك ما بتقلعهاش. ده واضح انك بتنام بيها يعني. ودي بقى لها قريب. لا دي دي بقى لها ما فيش شهر يعني. مش دي بقى لها ودي شهر. هي يعني بدايتها بتبقى كده اللي في رجلي، بدايتها بتبقى كده. بص المنظر من دي دي ده ده السيمبل بوت. مريحه بقى. جدا الحقيقه. لان احنا قعدنا بس سعرها سعرها مش في متناول كل الناس. بص حضرتك، هو يعني فكر دلوقتي انت حد هيشتري حذاء جلد هيدفع كام دلوقتي لو رايح اي محل؟ مش هنقول ارقام بس يعني بتتراوح الارقام. بس يعني انا ممكن اقول ان اسعارنا بتتراوح من 700 ل 1400. وده انا بشوف ان انت بتاخد منتج جلد في جلد هيعيش معاك اهو اربع سنين. طب هل انت لو جالك ضغط يعني جالك طلبات اكتر السعر ممكن ينخفض؟ طبعا طبعا ده الهدف بتاعنا. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. احنا بنبيع للمحلات بالجمله اصلا لو هما هياخدوا ده اللي احنا مركزين فيه عشان نخلي السعر على قد ما نقدر في متناول اليد. بس برضو احنا عاملين حرص على ان انا مش عاوزه ادفع للناس اللي بتشتغل معايا ملاليم يعني. معلش في نقطه يعني انا سمعتها عن نقطه عايزك تشرحها لي. في الاخر في نقطه هي عملتها جيجي ومنى مهمه جدا. انتوا حسيتوا ان الصناعيه اللي بيشتغلوا ما بياخدوش حقوقهم كويس. بالظبط. فاحنا حتى يعني مش هم ممكن يتكلموا. هم ممكن تسالهم يا دكتور هو على حسب مثلا الوضع بتاع الصناعي. انا مش دكتور. وعلى حسب احنا هو بيشتغل. هو دلوقتي في عندها صناعيات بتشتغل بالانتاج وفيش عندها وفي عندها صناعيات بتشتغل يوميات. ما بس هم حاسين الاجره شويه فعلا ما حاسينوش. ما مش كله بقى. ما هو في واحد مثلا بتلاقي يعني كده كده ما الزهورات دول ما انما الاسطوات اللي موجودين اساسا. انت بتشتغل من كام لكام؟ يعني بنشتغل هنا يعني ممكن انا ببقى من الصبح مثلا موجود هنا من الساعه 12 1 الظهر. انا بنزل الساعه 1 2 الظهر لحد الساعة 12 بالليل. بتسهر واحدة. بتسهر تشتغل. عم صلاح بيجي بدري. عم صلاح بيجي بدري وراح بدري. طب كويس. واحد بيجي بدري وتروح بدري واحد يجي متأخر. بتقسم المواعيد. طب عايزين نشرح بقى للسادة المشاهدين كيف تصنع هذا الحذاء. احنا أول حاجة طبعا قبل بعد ما برسمها في حاجة اسمها موديل ليست. بيجيب القالب وبيرسم عليه الموديل اللي أنا اديتهوله وبشتغل معاه بيه بحيث ان هو يطلع البطرونة بتاعة الشكل ده بتاعة الجزمة دي. وبعد ما بيطلع البطرونة بتتفصل على الجلد. وبعدين بعد ما بتتفصل بتتخف في اماكن معينة على مكنة الترفيع. وبعدين بتبتدي تتخيط على مكنة الخياطة مع عبد الرحمن. عبد الرحمن هو اللي بيخيط الجزمة. بالظبط. هو اللي بيخيط الخياطة. هو تهتم بيه بيخيط هو. بس حاجة صعبة اوي. انت ليه ما بتلبسي في صباعك حاجه كده؟ لا ده دي الحرفه. ما ينفعش. ما هي دي الحرفه. بص هو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه صعبه قوي. طبعا لو جزمه اشتريتها واتقطعت نجيبها لك تصلحوها. طبعا. طبعا. لا بنقول للساده المشاهدين يعني ده موجود يعني. طبعا. انت بتخلص خياطه الواحد الفرده البلغه في قد ايه؟ باذن الله يعني كده. نص ساعه. انت بتخيط انه جزء ده. عايزين نوريني للساده المشاهدين يعني اللي هو ده. انت بتخيط ده اللي هو ده. انت بتاخدها كده بالظبط. انت بتاخدها بالشكل دوت. تبدا تساوي الليش بتاعك. انت هتغطي الخياطه بالظبط. انت بتغطيها. ما هي هتلمد. لا يعني الخياطه دي حبان. ايوه دي حلاوتها. دي حلاوتها. دي بقى بلغه عاديه. دي بالظبط دي الكلاسيك. بلغه الكلاسيك دي لسه ما خدتش نعل ستيك. والنعل الجلد ده ما يعملش ريحه ولا حاجه. ده جلد ايه ده؟ جملي مدبوخ وبتاع وخلاص. بنطبخ. احنا بنجيب الجلد بتاعنا كنا بالاول بنجيبه من عين مصر القديمه. دلوقتي بنروح نجيبه من روبيكي.
مدينة الجلود في العشر من رمضان. فاحنا جربنا مع جلود كتير، بس هو الجلد الوحيد اللي نجح معانا عشان هو قوته، وبعدين هو ليه جلد الجمل ليه شخصية بالظبط. هو الجمل عشان الجمل ليه شخصية، مش زي الخروف. الجمل غير الخروف، الجمل غير خروف بالظبط. الجمل غير خروف، وغير البقرة وغير الجاموس. لا لا، الجمل كائن وبيعرف صاحبه وبيكلمه وكل حاجة تمام يعني بالظبط. بالظبط. لما الخروف والبقر ما بيعرفوش. احنا في مصر الجمال كتير الحمد لله، فده حاجه. وبيجي احنا صورنا في سوق الجمال، بيجي يوميا جمال من كل من السودان وكده، من السودان واثيوبيا فاحنا الجلد الجملي هو الوحيد اللي حبيناه وتفاعلنا معاه، مع ان في اغلب الناس كلها اساسا هم بيستخدموا جلد بقري في كل الجزم تقريبا في مصر. محدش بيستخدم الجلد الجملي غير وده جلد يتحمل طبعا، لانه ربنا خلقه يعيش في الصحراء في درجه حراره 900 وحاجه رهيبه يعني. اكتر جلد يمتص في العرق هو ده. انت طول عمرك بتشتغل الشغل دي؟ طول عمرك بتشتغل؟ طول عمرك. ابن عن جد، ابن عن جد وارث شغل الجلد. البلغه، البلغه طول هي عائلتنا احنا من كانت من فضل ربنا زمان، هم اللي قائمين على اعمالها. بس انت تقرب لمحمود؟ تقرب بعض. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ انقرضت الشغلانه. انقرضت خلاص. فدي حكايه، دي حلوه بتحييها من جديد. طبعا طبعا، يعني انت مبسوط يعني شخصيا بانك بتشتغل طبعاً فيها. طبعا انت كده، انت كده بتحيي تراث اجدادك اللي انت عاصرتهم واللي انت ما عاصرتهمش، فاهمني؟ وبسم الله ما شاء الله ربنا كرمنا بثلاثه مجتهدين بجد، يعني مش ان هم خدوا الطريق من اول صعب او ثاني صعب فركش، لا. بدأوا واستمروا واشتغلوا وعملوا تطوير. دي بلغة على صابوه، اوكي؟ يعني بقى فيها تطوير. طبعا طبعا. البلغة اللي كنا بنعملها زمان ابويا الله يرحمه وابو الله يرحمه كانت مختلفة عن كده. هم حطوا لك فيها التطوير وامكانيات جديدة بحيث ان هي تتفاعل مع الرجل في المشي. مظبوط مظبوط. وانت بقى ابو محمود بقى طول عمرك برضه زي صلاح كده؟ والبنات دول انقذوا الموقف ولا انقذوا؟ لا انقذوا الموقف. لا انقذوا الموقف. يعني حسينوا الوضع شويه. تغيير. احنا كنا شغالين قبل ما يجوا البنات، غيرنا فيه. احنا غيرنا فيه. يعني انا شغال في خان الخليلي، بشتغل الاقصر. انتوا بتعملوا البلغ اللي هي ملونه دي؟ اللي هي البلغ اللي ملهاش معنى دي قوي. لا يعني جمال ايه، بس تذكره كده بالظبط كده. انت بتشتغل اصلا؟ انما ما تتحملش زي دول. لا مش هتحمل زي دول. وبعدين خلوا بال حضراتكم بقى، البلغه دي اللي احنا بنتكلم عنها دي، ده جاي من شلاتين وده جاي من جمل. ناس اشتغلوا وعملوا دباغه، يعني دي صناعه اشتغل فيها ناس كتير جدا. البتاع اللي جوه دي السفنج دي ولا اشتغل مصنع فيها، مصنع اشتغل فيها الحته دي، ليها ناس اشتغلوا فيها. يعني دي مجموعه من البشر كتير جدا، يعني هي دي الصناعه كمان. حتى الطباعه دي في ناس بتعملها، يعني في جيش كله مشترك في ده. فده لما يتطور ويبقى كتير، كل الناس دول تبقى حالتهم الاقتصادية كويسة بالظبط. يعني ده بس عشان برضو ده جلد دوني. الفرش بالذات عشان يبقى ناعم على الرجل، يعني ده جلد الواحد دوني. لو اتزنق يحمره ولا حاجة. هو في حد بياكل الجلد؟ ايه جلد الدوني ده؟ جلد دوني، جلد خروف. بتاكل ايه؟ ما سمعتيش الصين بياكلوا اي حاجه. ايوه يعني بس الجلد الدوني لان هو في الفرش بالذات على الرجل هو انعم كتير. فاحنا مستعملين الجلد الناشف بره عشان يحمي، والجلد اللي جوه ناعم عشان يريح. يعني ده جملي استحمل لبره ودوت مريح دوني عشان خاطر. يا سلام. بالظبط. قعدنا كتير قوي عشان نوصل للخلطه دي، هي الخلطه السحريه. احنا شاكرين جدا. الله يشكر. شكرا. شكرا بصراحه. يلا خليك اديها بصراحه. Thank you.
معاكم هنتفرج وهنشوف حاجات انا كمان بشوفها لاول مره. يعني رغم ان المتحف ده افتتح سنه 2001 الا اني مر 18 سنه وما جيتش زرته. عندي اعتقاد تاني يعني، بس يعني حبيت في ذكرى ام كلثوم ان انا اخش معاكم المتحف نتفرج على ايه اللي موجود جوه. ده تمثال عامله ادم حنين، المثال الرائع والفنان الكبير جدا. الحقيقه الشباب لما شافوه قالوا ايه ده ايه ده، لكن انا شايف ان هو تمثال تحفه، عمل فني في منتهى العظمه. يعني 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 حاجه بديعه جدا، يعني في فكر وفي شموخ وفي حاجه حلوه جدا. انا مش حبيته بس عشان هو ادم حنين وهو ام كلثوم، انا حسيت انه في حاجه حلوه جدا. ده اولنا. اما جوه تفاصيل كتير عن ام كلثوم، ام كلثوم اللي عايزين يعرفوا ايه حكايه صوتها ده، ايه الصوت ده. هو فيه للاصوات الرجالي طبقات والاصوات النسائي طبقات، دي تقسيمه المزيكا ومش عايز ادخلكم باسماء مكلكعه قوي. لا، وعندها كامله اطباق طبقات الصوت النسائي وكامله طبقات الصوت الرجالي. صدق او لا تصدق، ده كلام علمي، ده مش كلام محبه، ده كلام علمي. يقيسوا الصوت بالالماز او الكريستال، نوع من الكريستال يحطوه كده في حته معينه، والقياس العظيم جدا بتاع الاصوات الاوبرالي ديت صح جامد قوي، ده الصوت الجامد قوي الجبار يشرخ ال ال الكريستاله اللي هي العظيمه دي معموله عشان كده. ده الصوت اللي هو بيغني، لو تعرفين بتاع الاوبرا بيغنوا ازاي. فام كلثوم بس قالت يعني قالت حاجه كده راح مكسور. هنقول لكم بقى ايه، سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعال أحبك الآن أكثر. دي نضارة ست ام كلثوم مطعمة بالالماس زي ما انتم شايفين. ام كلثوم لبست نظارة غامقة لانه هي في مع بداية الخمسينات او يمكن اواخر الاربعينات حصل لها مشكلة في الغدة هنا، وكان عندها مشكلة كبيرة جدا، وسافرت يعني راحت انجلترا وراحت امريكا، والغدة دي بتبرز العين، بتعمل حاجة في العين تطلعها بره شوية كده، فهي عملت لها في عين واحدة. لكن في ناس تقول لك لا دي مركبه عين ازاز وبتاع، وقصص كتير حوالين عين ام كلثوم، لكن كان ممكن تجري جراحه عشان الغده دي وما يحصلش حاجه لعينيها. لكن الجراح الامريكاني قال لهم انا ما اقدرش المس الست دي لانه دي ليها مكانه عظيمه جدا، والجراحه دي ممكن تقرب من الاحبال الصوتيه، فانا ما اقدرش المسها. ومن هنا ارتدت ام كلثوم النظاره دي، لكن لما كانت تغني على المسرح ما كانتش بتلبسها، كانت بتلبسها بس في الحياه العامه. ده الاشارب برضه ليه قصه تروى، انه هي في اول حفلاتها لما بقى لبست ست، لانها في الاول كانت لابسه صبي شاب كده بتلبس العقال وبتاع في الاول، لما عملت فرقه وبدات تغني بلبس بقى ستات، فبيقولوا انه في اول حفله ليها مخضوضه وبتاعت حاجه مسكها في ايدي انا الشف عرقي مش عارفه ادوها المنديل، وثبت المنديل في اغاني ام كلثوم، وكان حاجه من طقوس الكلثوميه المهمه جدا. تعالوا بقى نخش نشوف اول صوره ليها مع الرئيس عبد الناصر ورئيس السادات محمد الموجي ست ام كلثوم. احكي لكم حكايه لطيفه حاجه لا تصدق. ام كلثوم في عز مجدها في الستينات، يعني 63 64 يمكن مش فاكر التحديد بالظبط، ما ادت لمحمد الموجي للصبر حدود يا حبيبي، يلا يا موجي هات الاغنيه، ما بيجيبش موجي الاغنيه، هات يا موجي الاغنيه، ما بيجيبش الاغنيه، فهتعمل ايه ام كلثوم؟ رفعت عليه قضيه.
راحت المحكمة ورفعت قضية وراحوا الاثنين قدام القاضي. ايه يا ست ام كلثوم في ايه؟ قالت له الراجل ما بقاله كذا فترة طويلة وما لحنش الاغنية وبيلحن لنجاته وفايزة. ده انت عندك جيش ملحنين، انت صحيح موجي عظيم بس عندي كل حاجة حلوة. ما لحنش الاغنية. وقف الموجي قال له يا فندم طب انت دلوقتي طلع اللحن من دماغي، اللحن مش عايز يجي. اطلعه ازاي؟ فالقاضي زي ما حصل في قضيتها مع زكريا احمد قال لهم انتوا فنانين كبار ولازم يعني بلاش القضاء، والقاضي كان لطيف وخلاهم يتصالحوا وطلعت للصبر حدود. يا حبيبي ما تصبرنيش، ما خلاص انا فاضي يا ومليت. دي حكايه ام كلثوم مع الموجي. الحقيقة ما اعرفش ام كلثوم كانت بتعمل ايه بفساتينها القديمة اللي غنت بيها في الاربعينات والخمسينيات، ما اعرفش هي كانت بتوزعها تديها لحد. الفساتين اللي قدامي دي كلها فساتين كلها في اواخر الستينات، يعني في نصف الثاني من الستينات. يعني ده فستان مش مكتوب عنه ايه الاغنية بتاعته، لكن فستان سهرة اكيد غنت بيه. الفستان ده مكتوب تحته انها غنت فيه الاطلال الشهيرة في تونس، غنتها في تونس وغنتها في المغرب وغنتها في دول عربية كتير وغنتها في مصر طبعا. هي قررت ان الاطلال تكون اعظم اغنية ليها. هاتوا الاطلال وهي مغنيها في مصر مثلا سنة في هي غنتها في 66، هتلاقوا الاستقبال عادي وهي مغنية عادي، مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة فظيعة. لكن هي سلطنت وحبت تخليها هي اغنية ام كلثوم، لانه حتى في فستوانة بتقول يا فؤادي لا تقل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى، مع أن هي قالتها يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى. القصيدة بديعة مش معقولة. وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا. كلام مش معقول. دي بقى فكروني اللي هي بتقول عباب محمد وعبد الوهاب يقولوا ايه، بيقول لك عباب محمد في الاخر فكروني ازاي، هو انا نسيتك، انت اقرب مني ليا يا هنايا حتى وانت بعيد عليا او معايا، تنتهي الايام وتطوي العمر بينا وانت حبك للابد ملوش نهايه. الفساتين دي بقى اللي فيه دور كبير قوي المديحه يسري في القصه، وده حكيته لي الست مديحه الله يرحمها، ان ام كلثوم كانت بتلبس حاجات كده بفستونات كده وحاجات اللي هي اسمها ايه اللي هي الحاجات اللي هي بكسر كتير كده، فكانت تضخمها. ام كلثوم كانت شمرات تخينه، الدرابيه ديت الحاجات الدرابيه دي غريب غريب. شافت مديحه يوسف بتلبس حاجات لذيذه كده، سابت مديحه بتعمل الحاجات دي فين؟ فقالت لها عند فلانه خواجايه كده في وسط البلد. وهنا ظهرت الفساتين دي بقى لام كلثوم. كل الفساتين دي كلها فساتين النص الثاني من الستينات. دي طبعا يا مسهرني الشيخ سيد احمد رامي، على فكره تصدقوا اللي كاتب يا مسهرني احمد رامي.
أن قصة حب أحمد رامي لأم كلثوم محتاج مراجعة من الناس اللي تهتم بالتاريخ وبأم كلثوم. شوف، أم كلثوم ما كانش ينفع تتحب كست، وإنه زي ما بعض الأعمال الدرامية صورت أحمد رامي بيقعد تحت البلكونة وبتاع. لا، أحمد رامي كان ليه يوم في حياة أم كلثوم، كل يوم اتنين بيقعد معاها يقرأ لها شعر ويثقفها ويعلمها. أم كلثوم هي أعظم مكان لعرض الكلمات. حتى أحمد رامي نفسه بيقول أنا كتبت لأم كلثوم أغاني كتير جدا، اللي بره أم كلثوم ده كده يعني هو مش محتسب إن ده غنى، لأن هو دور على أحسن آلة عرض يعرض فيها كلامه بصورة أبدع مما هو كتب الكلام. ولذلك رجعوا للقصيدة اللي كتبها أحمد رامي في حب في ذكرى رحيل أم كلثوم الأولى، هتلاقوا بيقول لها يعني ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صار من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تجدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. بعدين بيقول يا من أسيتم عليها لا تجزعوا فلها ذكر سيبقيها وكيف تنسى، وهذا صوتها غرد يرن في مسمع الدنيا ويشجيها، أطفى إلهي عليها من ظل رحمتي وظل من منهل الردوان يسقيها. وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها وما ظننت، وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. رامي حب أم كلثوم المعجزة، صوت رامي فنان مش معقول يا خراب. اسمعوا رامي بيقول ايه في الكلام بتاعه، حاجه فوق الوصف يعني، عنده صور في الغنى مش معقوله. فكان بيكتب دوت ويقدمه في احسن حاجه ممكن تقدم عليه وتحفظه يعني. اظن يا قهوه يا ليله الأرس في فيينا، هو اللي كاتبها رامي، ما حدش يعرف ان هو اللي كاتبها. اغاني رامي مع ام كلثوم بقت حاجات اسطوريه، رغم انه كاتب اغاني كتير، والاصابجي كمان ملحن لاسمهان ومغني لاسمهان، والاغاني موجوده بس انت ما تعرفش ان اللي كاتبها رامي. انما مع ام كلثوم عملوا حاله في منتهى الجمال. بس يا سيدي ايه الموف ده بقى؟ ده ايه الموف ده بقى؟ ده سيره الحب. والله قالت له ما بقولش في حبك غير الله. الله الله. احنا شفنا الفساتين دي في صور لعمنا المصور الكبير الله يرحمه فاروق ابراهيم. كانت الست بتحبه قوي، الست كانت بتحبه قوي، هو اللي كان بيصورها الصور بتاعتها كلها. لكن ما شفناهاش كده بالالوان كده مظبوطه كده. وما كناش نعرف الفستان ده بتاع ايه، فده فستان حفلة تونس برضه. الحقيقة كان ذوقها حلو بصراحة. في هذا العصر كان القماش دوت والحاجات دي كانت حاجة فخمة جدا، وكان ذوقها رقيق زي اختياراتها. ودي ست بديعة، ست بديعة. مصابني كانت بتحضر أحيانا حفلات الست أم كلثوم. قليلين من الفنانين المشاهيرين اللي كانوا بيحضروا حفلات الست أم كلثوم، لكن طبعا على رأسهم كان أشهر واحد بيحضر بانتظام هو أحمد رامي. كان ليه كرسي بيقعد فيه باستمرار. الباقيين كانوا يفضلوا استماع لأم كلثوم من خلال الراديو، وكانوا يعملوا كلهم الفنانين يعملوا حفلات في بيوتهم في سهرة الست أم كلثوم، وده كلام قالوه كلهم في مذكراتهم. حتى أن يوسف وهبي مرة في تسجيل كان حوالي 78-79 بعد أم كلثوم ما ماتت يعني، فقال المذيع أنا ما كناش نعرف أن هنطلع الست الصغيرة دي في سنة 20 بقى و23 يوسف وهبي كان معروف ان دي هتبقى الست دي، ما كناش مدركين خالص ان الست دي هتبقى الست دي. ما بقولش بحبك غير الله 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 يا حبيبي على حبك الله الله ما بقولش بحبك غير الله 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 الله
داخلين دلوقتي على النياشين اللي حصلت عليها ست ام كلثوم. نيشان بقى هيصوروا زمايلي ليكوا نياشين من مختلف الدول العربيه وطبعا من مصر. نياشين وفي نياشين في حاجات بعض المصريين وبعض العرب عملوها مخصوص، مش نيشان ولا حاجه، عملوها مخصوص للست ام كلثوم عشان ده الهديه. زي ما انتم شايفين الحاجات حلوه جدا، حاجات جميله جدا. ودي قلادة، هما كاتبين هنا قلادة النيل. أنا معلوماتي الضئيلة إن أم كلثوم ما خدتش قلادة النيل. وأعتقد إن دي قلادة الجمهورية. وهسيب الأمر بقى إيه للبحث. مكتوب عليها قلادة النيل. أنا ما أعتقدش إن دي قلادة النيل، وأنا أعتقد إن ست أم كلثوم خدت من جمال عبد الناصر قلادة الجمهورية، وخدت طبعًا جايزة الدولة التقديرية. دي ما بياخدهاش غير الناس اللي بيبدعوا في الحاجة هما نفسهم. وخدتها بطريقة لطيفة بحكيها لكم. انه قعدوا سعدين وهاب قالوا له ام كلثوم لازم تاخد القلاده جايز الدوله التقديريه، قال لهم دي ما بياخدهاش غير الناس اللي الملحنين المؤلفين الشعراء. قالوا له تقعد تكتب اسباب انها تاخدها. حكى لي الاستاذ سعد الله يرحمه، اقعد اكتب صفحه كامله ان الست ام كلثوم تستحق جايزه لانها. فقعد بقى كتب قصيده عصماء، مش شعر يعني، جمل عظيمه جدا عم سعد، فانه قصد ايه ام كلثوم بتضيف للكلام وتضيف، وده حقيقي الحقيقه، وتضيف للحن بحيث انها بتخلق شيء جديد في الاغنيه. فادوها قلاده جايزه الدوله التقديريه وقلاده الجمهوريه. هنا مكتوب قلاده النيل، ربما انا ما صحيح ما عنديش معلومه بالحكايه دي. دي مذكرات بقى ست ام كلثوم والقلم اللي كانت بتستخدمه وجواز السفر. هي كان عندها جواز سفر دبلوماسي طبعا. جوانتيات بتاعتها، المصاحف المهداة ليها، برضو مجموعة من نظارات الست ام كلثوم. يعني بنمر عليها مرة سريعة، بس نيجي لنا وقفة عند العود الخاص بام كلثوم، لأن عندي حكاية ليه لطيفة. بص يا سيدي بقى، ده بروش حقيقي للست ام كلثوم، وصديقنا مدير المتحف قال لي، انا ما كنتش عارف الحكايه دي، قال لي ان الست ام كلثوم انتوا عارفين ان هي خرجت بعد 67، خرجت 68، لفت العالم الوطن العربي كله وطلعت بره عشان المجهود الحربي ولمت فلوس، وهي كمان تبرعت بحاجات ليها لنفسها كتير. ومن ضمن الحاجات ادت البروش ده للكاتب الكبير مصطفى امين، وقالت له اذا احتجتوه خدوه يعني اتصرفوا فيه. لكن ما اعرفش ايه السبب اللي خلى مصطفى امين احتفظ بيه وبعدين قدمه لوزاره الثقافه عشان يتحط في متحف ام كلثوم. خلي بالك ما فيش اي حاجه المظات غير النظارات بس اللي شفناها، انما المظات ام كلثوم كانت كتير جدا، لدرجه ان كانت تطلع حكايه يقولوا ان ام كلثوم حطاها في خزنه في البنك واللي بتستعمله كله ده فرصه. بس طبعا انت مش ممكن تشك ان البتاع اللي هتبقى ام كلثوم ده ازاز او كريستال او بتاع، مش ممكن تشك. دي اقوال كانت بتتقال، انما هي كان عندها مجموعه بروشات عظيمه جدا، كانت مش بتشتريها في الغالب الحقيقه، جالها هدايا من المعجبين يعني، بس كان عندها بروشات، في بروش كده بالعرض كده، في بروش كده كتير كذا واحد، لان لما تبص لهم في الحفلات تلاقيهم مختلفين عن بعض. اما العود ده بقى فمكتوب عليه لا يعرف المرء في عصره، وده عود الست ام كلثوم. هنا في مسرح رمسيس السبت 10 يناير مش مكتوب السنه، تعالوا اسمعوا ام كلثوم اللي هتعزف على العود. هي كانت بتعزف على العود، لكن هو كان عود تعبان، لانه في يوم مرت السنين والاستاذ عبد الوهاب احمد الحفناوي كان مع ام كلثوم، وبعدين الظاهر هي زقته لعبد الوهاب، زقته على عبد الوهاب، فطلع من عند ام كلثوم طلب الاستاذ وراح له. كانوا كلهم بيحبوا الحفناوي لانه كان شخص جميل جدا ورقيق جدا وعازف طبعا عملاق، عازف كمان. فبعتت الحفناوي راح لعبد الوهاب قال له ما يلا بقى نعمل حاجه مع بعض بقى للست بقى وبتاع. قال له انت تشوف كده، زمان كانوا يكلموا بطريقه لطيفه كده، انت تشوف كده يا احمد؟ قال له طبعا بقى خلاص. قال له طب اطلبها لي. فطلب ام كلثوم
ازيك وبتاع، هما يعني كانوا على تواصل وبيحبوا بعض وكل حاجه. فقال لا احمد بيقول لي كذا 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 كذا. قلت له يلا بقى يا محمد. فقال لها طب انا عندي حاجه عايز اسمعها لك. هو كان عامل انت عمري عشان هو يغنيها. فقالت طب خلاص تعالي لي دلوقتي. قال لها لا خليها بكره عشان خاطر هو يستعد يعني. عندك عود؟ قالت له اه عندي بس تعبان شويه. قال لها انا هجيب العود واجي لك. وذهب عبد الوهاب، دي حكايه رويها عبد الوهاب بنفسه، للست ام كلثوم، وبعد يسمعها رجعوني يعني شوقوني عينيك، لان القصيده الاغنيه مكتوبه شوقوني عينيك لايام اللي راحوا، علموني اندم على الماضي وجراحه. قالت له قول كمان، فقال كمان. قالت له قول كمان، فقال كمان. قالت لي كمان، سمعتها كمان. قالت لي كمان، سمعتها كمان. قالت لي طيب. وبدأت الانطلاقة الكبرى اللي بقى انت عمري، انت الحب، فكروني، امل حياتي، هذه ليلاتي، اظن كمان عملها عبد الوهاب. مشوار طويل جدا من الغنى الجميل بين الست ام كلثوم. دي كلها حاجات، دي بقى حاجات زمان. كلمات الاغاني، وفي هنا حاجه لعمنا احمد شوقي. سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها، واستخبروا الراحه هل مست ثناياها. يا ام كلثوم كانوا قاعدين في سهره وفيها امير الشعراء. طبعا امير الشعراء مات 32، فالكلام ده بنتكلم يعني في العشرينات في اوائل الثلاثينات. وبعدين يعني الليله حلوه وفي شرب بس ما بتشربش، فقدموا لها الكاس فمسكته ونزلته احتراما لاحمد شوقي. بس فقال راح كاتب القصيده سالوا كؤوس الطلا هل لمست فيها، وعايز يعرف لما مس هي شربت ولا ما يعني. انت تعرف ان شوقي عمل لي قصيده انا لم تنشر في ديواني اللي هي سالوا كؤوس الطلا هل لمست فيها. رحت عنده في حفله يوم، وتاني يوم قالوا لي شوقي دي تحت. فقابلته اداني صرف، قلت له لا ازاي ده، انا فاهم انه في فلوس. قال لي لا دي حاجه من وحيك مش فلوس. لا فكان وبخطه، فكان يتسلك وسط لها اللي ما تدفعها. غنيتيها واسمعها؟ لا ما اسمعهاش الحقيقه، انا يعني اتلحنت بعد هو ما توفى. فام كلثوم غنت القصيده هنا جميل جدا. تعال بقى نشوف شنط ام كلثوم، أحذية أم كلثوم اللي رآها الكاتب المبدع باهر النبيل محمد المخزنجي. بص لجزمة أم كلثوم وراح كاتب مقال جميل، قال لك هل كانت أم كلثوم تطير؟ سلام على الست ام كلثوم وذوقها بقى في الشنط. كانت صغيره زي ما كان جسمها صغير، انت بتشوفها واقفه على المسرح كده. لكن بص هنا بقى واقف المخزنجي الكاتب الكبير وقال لك هل كانت ام كلثوم تطير. اعتقد ده يعني 37 يا 36 37 مش اكتر من كده، يعني ممكن يبقى 36.
وبعدين في حاجة لطيفة أو لبيسة حذاء من الفضة. يعني رقيقة طبعا، ما كانش بتشيل لها في الشنطة لا موبايل ولا أي حاجات من دي. فضلت أعيش بقلوب الناس وكل عاشق قلبي معاه، شربوا الهوى وفتولي الكاس من غير نديم أشرب وياه. هكذا عاشت أم كلثوم تسعد الناس. أنا رأيي إن اللي محبش أم كلثوم أو ما سمعهاش كويس بيخسر كتير، لأنه أنا في شبابي كنت بسمع أم كلثوم مع قصص حبي كتير، ولما كبرت بقيت أسمعها مع قصص حبي القليلة، ولما كبرت أكتر ما بقاش في قصص حب، بس بقى في حب أم كلثوم نفسه. هي الست الوحيدة في حياتي أنا وأعتقد في حياة ملايين اللي عاشت دينا كل حاجة وما خدتش منها منا أي حاجة. أنا بيعنيني عشان أقول لحضراتكم وأنا خارج من متحف أشياء أم كلثوم، مش أم كلثوم نفسها، إن أم كلثوم فلاحة مصرية حلمت وقررت إنها تكون، وعرفت إن مفيش منقذ لإنها تكون وهي عايشة وبعد ما تموت إلا إنها تكون صادقة. لأن أم كلثوم لما تشوفها في الأفلام بتمثل وحش جدا، ممثلة وحشة جدا طبعا، هي لو عايشه ما كنتش هقدر اقول الكلام ده، لكن لما بتغني بتعيش جوه الكلام لدرجه ان هي بتخلق في اللحن وفي الكلام وهي على المسرح. فده ليه بقى؟ لان هي مصدقه اللي هي بتقوله. لو كل واحد فينا صدق اللي بيعمله هتبقى الحياه حاجه تانية خالص، هتبقى الحياه كلها ام كلثوم. دكتورنا العزيز الدكتور عمرو يسري، اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك يا كابتن. هيكلمكم في موضوع اعتقد دايما كل موضوعات الدكتور مهمه، لكن الموضوع ده حساس وفي غايه الاهميه وما بناخدش كلنا بالنا منه. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نزولا على طلب مجموعه من الناس مش قليلين، نتكلم على الشباب والمراهقين
علشان بقى في من الظواهر الاجتماعية دلوقتي التجاوز الفج من المراهقين والشباب على المجتمع وعلى أهاليهم، وكأنه قصة أب أو أم أو حد سنه كبير أو كذا ما بقتش موجودة في قاموس الشباب دلوقتي، زي زيك وبالعكس انت كبير في السن يعني ضعيف يعني تسكت وانا اللي اتكلم. روح بقى يعني بدايه مش انت يعني انا لا يعني الشباب بدايه من الاب والام نهايه بالحركه في الشارع. يعني اتذكر احنا صغيرين مره كان حصل حادثه في الشارع كده، فراجل كبير في السن وشاب صغير، فالشاب اتخبط، الراجل الكبير خبطه، فالشاب نزل، دي حاجه حصلت يعني واقعه قدام عيني، فنزل الولد بقى متنرفز قوي، التاني خبطه فلسه هيزعق، فلقى الراجل الكبير، الراجل الكبير بيقول له انا قد ابوك، فالولد سكت ولف ركب عربيته ومشي. تمام، دي من 20 30 سنه في التاريخ. القصد انه دلوقتي الاهالي بتضرب كف على كف ومش عارفين يعملوا ايه. ده بقى سمه، زي سمه الا من رحم ربي اللي ولادهم يعني شويه مهذبين لسه في التعامل مع كبار السن. وبعدين مرورا بقى بالامراض اللي بتخلي الشاب او المراهق الفرامل بتاعته تفك، امراض بقى ليها علاقه باضطرابات الشخصيه اللي بنشوفها كتير، زي الشخصيه الحديه مثلا البوردر لاين بيرسوناليتي، وبقينا بنشوفها. بس يعني احنا مش هنتكلم على الانواع المرضيه، لا مش عايز نتكلم على الحاجات اللي هي العامه كتير، على قد ما عايزين نتكلم على انه احنا بنعمل كده استقراء للمجتمع ومجريات الاحداث، لان انه ما هو الابهات نفسهم والامهات ما بقوش زي الابهات والامهات زمان، فبالتبعيه اكنه البيضه الاول ولا الفرخ. يعني الناس بيقعدوا يقولوا الاولاد بقوا مش مؤدبين، الاولاد بيتجاوزوا، الاولاد كذا، وتيجي تبص للابهات والامهات تلاقيهم برضو مش مؤدبين قوي وبيتجاوزوا وبتاع وما بياخدوش بالهم هم من اهلهم الكبار. فاكني وانا عايز ابتدي استهل كلام في الموضوع ده بسم الله باني اوجه رسائل. ما اعتقدش ان حد بيشوفنا دلوقتي عنده 18 سنه، بس معظم اللي بيشوفونا في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. لا. انا كنت زي حضرتك كده، لكن الحقيقه بقابل اولاد شباب في السن ده ويمكن اقل واكتر، يعني من 16 ل 15 بيشوفوا، لان اليوتيوب بقى حاجه عبقريه. جميل، فبيشوفوا وبيكلموني في الحلقات، يعني جميل. بيكلموني في الشغل. جميل. ودي حاجه بتسعدني جدا. يعني يمكن ما بيشوفوش التلفزيون، لا التلفزيون خلاص بقى كله دلوقتي على اليوتيوب. اليوتيوب حاجه عظيمه جدا. القصد ان الواحد الرساله ان كان هيوجهها الاول مش هيوجهها للصغيرين على قد ما هيوجهها للي كانوا السبب. وده اللي عجبني جدا في الفكره بتاعت حضرتك. جدا للي كانوا السبب. اولا عايز اتكلم على محورين اساسيين. المحور الاول علاقه الاب بالام، وبعدين ما نزلناش دعوه بقى متجوزين متطلقين، ربنا يسهل لهم ويكرم الجميع يعني. بس انا عايز اقول مثل يعني استبادر الى ذهني كده من كام يوم. انه الابن الصحيح او الابنه الصحيحه لما بيدخلوا في مرحله المراهقه وطور المراهقه بيبقوا عايزين يستكشفوا الحياه اللي حواليهم، تمام؟ فهو بيستكشف عامل زي الموج طالع نازل، يشوف حاجه تعمل له اثاره جامده جدا جدا، يشوف حاجه تخليه يغضب قوي، ويتعرض لموقف خليه يفرح جدا، يتعرض لموقف خليه يحزن قوي، وبعدين يبتدي يلاقي واحد صاحبه بعد عنه وهو اول مره حد يبعد عنه مش عارف بعد عنه ليه، وبعدين يحب بنت الجيران، مفيش بنت الجيران بقى، يحب بقى زميلته في المدرسه، لا يحب بنت جارته في الكومباوند اللي جنبه، في الكومباوند بنت الجيران موجوده، في الجيران في الكومباوند 90% من الشعب عندهم بنت جيران. اطمن الكومباوند والحاجات ديت كلها دي بتاخد من 10% من الشعب، ما يزيدوش عن 15% ابدا. شعب مصر زي ما هو على فكره، والحواري مليان الناس وكل حاجه. اذا كنت عايز تشوف روح شبرا وروح رود الفرج وروح باب الخل وروح سيري زينب هتشوف الشعب حقيقي. المهم فبيبتدي المراهق يستكشف الحياه في السن بتاع المراهقه ده بمشاعر واحاسيس ناتجه عن المواقف اللي بيتعرض لها لسه جديده عليه، بتخليه يدخل في كذا اطار من الأطر بتاعة الانفعال العاطفي والوجداني. طيب مين اللي بيعدي بسلام الخبطات دي؟ أكتر ناس بتعدي بسلام اللي أبوه وأمه ثابتين زي السند، حيطة ظهر. كتير من الأبهات والأمهات اللي ميالين إما لأنهم يكبروا دماغهم من ولادهم وملهيين في الحياة ويقولك أصل أنت الدنيا وتعبها وكده، أو الأبهات والأمهات اللي بينتقدوا كتير ويفرضوا سيطرة مبالغ فيها وعالية قوي على الولاد، دول اللي ولادهم هو عايز يستكشف الحياة، فبيستكشف عايز يرجع يلاقي ظهر فيحس بأمان،
ويبتدي يطلع بخبرة من التجربة، وبعدين يروح في حضن أبوه وأمه يطمن ويتدفى، وبعدين ينزل يجري تاني ياخد تجربة تانية، يرجع يتدفى تجربة تالتة، يرجع يتدفى في حضن الأب والأم. الشاهد دلوقتي إن قليلين الأبهات والأمهات اللي بيعملوا الأرضية دي، الظهر ده لولادهم. فالنتيجة بتبقى إنه أنا رحت اختبرت الحياة فاتصدمت، حاجة جديدة عليا نفضتني، وبعدين أرجع ما لقيش ظهر أو ألاقي خبطة من ورا فيحصل لي برجلة. ويا رب أعرف أوصل الفكرة دي، بحاول أبسطها وأوصلها بشكل يعني يسير كده. البرجلة دي الناتج بتاعها هو عدم إحساس بالأمان، عدم إحساس بالثقة في النفس، محاولة إثبات النفس لعلها بطرق خطأ. الابن أو الابنة اللي بيروحوا يعملوا حاجة بالنسبة لأهلهم غلط ولعلها غلط فعلا، وبعدين بيرجعوا ما يلاقوش أب وأم يحكوا لهم، والأب والأم يكون عندهم قدرة على الاستيعاب ثم المناورة مع الفكرة ثم إعادة التوجيه الصحيح، العيال بتلوص، لأن كل المعلومات والبيانات اللي بتجيلهم من بره من الخارج على الموقف اللي حصل لهم اللي اختبروه ده بتجيلهم عادة مضللة، لأنها رأي واحد غير حيادي، رأي واحد مختلف عنهم، رأي ناس في السوشيال ميديا، رأي ممثلين وفنانين وحلوين. يا رب أعرف أوصلها تاني، هقولها بشكل تاني. يوصلها بس يعني مش مانع. بعد إذن حضرتك. تفضل. المراهقين والشباب دول في أول الحياة لسه بيكونوا شخصياته، الشخصيات بتتكون بناء على الخبرات اللي أنا بحصل عليها، التقاوي الصغيرة دي. تمام. لما بروح أختبر أنا طلعت بنتيجة، انفعلت، اتصدمت في حد، أمنت الحد قوي ولسه هتصدم فيه كمان شوية الله أعلم. الأب والأم لو هم ظهر، وهقول بقى يعني إيه ظهر، بيرجع لهم يحكي لهم أو حتى من غير ما يحكي يترمي في حضنهم يشحن، حتى لو كان في جرح بيلتئم، يشحن وهم يمتصوا ده بشكل غير مباشر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يتكلموا مع أولادهم حوالين الموضوع بدون حكم، انت حلو انت وحش انت عظيم انت فاشل انت ناجح، يتكلموا وينوروا. ايه ده يا ده انت تصدق فكرتني بمش عارف مين ابن خالتك لما كنا صغيرين حصل كذا، ده انا كان واحد صاحبي ما تعرفوش، ده انا كان حصل لي كذا. فيبتدي طعم وجدان وعقول المراهقين والشباب بالآتي. في كلمة في الطب ولعلها في اللغة الانجليزي اسمها بفر. بفر يعني ايه؟ لو حاجة حمضية قوي. البفرة؟ لا. لو حاجة حمضية قوي بحط لها انا البفر ده تخليها قلوية شوية، تخليها نيوترال متعادلة. لو حاجة قلوية قوي هي نفس الحاجة دي تحطها عليها تخليها ايه؟ تعدلها. ده البفر. انصح الابهات والامهات ونفسي قبلهم ان احنا نبقى بفرز لولادنا. يعني ما يجيش الواد يعمل حاجه اروح واخده وطالع بيه في السماء يقوم يصدق قوي ان هو من العلماء والجهابذه، ولا اروح واخده ونزل بيه تحت. انا بعمل العكس، انا لما الاقيه مندفع قوي على حاجه، ودي مهمه قوي في التربيه لانه ولادنا ما بيبقوش زي بعض. لا طبعا، بتلاقي واحد خواف جدا واحد جريء جدا، واخواته كل حاجه. اجي انا اتعامل مع الخواف جدا ازاي؟ بان انا اجرأه شويه، والجريء جدا بان انا خوفه شويه، وانا نفس الشخص مش كده؟ صحيح. طيب فرضا جدلا انا اصلا ما عنديش تماسك، هعرف ادي ولادي ايه؟ ولا حاجه. اذا هتربيكم اكتر. هربيك. الله يفتح عليك، احسنت يا استاذ محمود. يبقى انا الاول بستضيفني معاكم بس ان شاء الله يعزك ويبارك في عمرك. كويس. استغفر الله. هنرتبك اكتر. فانا المفروض اعمل ايه مع نفسي الاول؟ الاول انا عايش راجل بقى، والست تعيش ست بجد، كل واحد لحاله. نقطة مهمة جدا في بداية حديثه، ودي حاجة مهمة جدا، قال بصرف النظر عن انهم ما عايشين مع بعض او مش عايشين مع بعض. يعني هو بيتكلم عن زوجين، يا اما عايشين مع بعض او منفصلين عن بعض. المسألة ما بتفرقش في رعاية الاطفال. صحيح. مظبوط. صحيح. دي جداً. مسألة مهمة جدا. صحيح جدا. طيب الاول كل انديفيديوال، كل الراجل لوحده او الست لوحدها، لازم يكون هو شبعان بقى، لازم يكون هو منظم حياته وعايش حياة كويسة وراضي بمستواه وراضي بعيشته وعامل خطة مستقبلية هيعيش عليها ازاي، وجزء من حياته وانا بنظم حياتي اسمها ولادي، جزء اصيل واساسي. فانا وانا بنظم الحياة كلها وجزء من ولادي من حياتي ولادي، انا كده ببقى متماسك شوية،
حياتي خلاص اخبار سعادتك ايه الحمد لله بخير بكره ناوي تعمل ايه والله اروح شغلي وبعدين ايه انت عشا معانا ماشي او مش فاضي حياه مترتبه اهلك وضعهم في حياتك ايه تمام ما كنش ايه مهلهل وملخبط ورافض كل حاجه وزهق وزهقان من حياتي وعمال القي اللوم على الطرف الاخر من حياتي واقول ده انا حياتي وحشه عشان مش عارف ايه انا كده تمسكت. دي نمره واحد. نمره اتنين علاقه الاتنين ببعض لازم يكون فيها بسميها انا ادب. الادب اللي هو ايه ادب والحشمه دي بين الاثنين وبعض مش هتكلم عليها عايزين يقفلوا على نفسه حشمه حشمه ايه الحشمه دي الحشمه اللي هي عدم يعني الناس يعني بنشوف ناس بتفضح بعض دلوقتي الحشمه هي العكس الفضيحه يعني يبقى حشم كده في التعامل ما يعني انا ما جيش مثلا واحد يقعد يجيب سيره زوجته بالبطء يعني يقعد وحشه الولاد ولا غيرهم ما يجي طبعا لانه لو وصل لها ان هو بيتكلم عليها مع اصحابه ولا مع امه مثلا بان مراته دي ست وحشه ومش عارف ايه وكذا وكذا افتقر الى الحشمه يوصل لها الكلام ده بقت مش شايفاه راجل قوي ما شافتوش راجل قوي تعاملت معاه بالطريقه اللي ينهار بيها فيبتدي يهجم عليها اكتر فتبتدي تغلط فيه اكتر وبنخش في المصايب اللي بنشوفها كل يوم ملهاش اي لازمه يبقى ادي الحشمه بينهم وبين بعض ومع ذلك عايزين ورا الباب بتاعهم هم احرار بيعملوا اللي يعملوه في بعض انما قصاد الولاد ومع المجتمع لازم الاثنين رايهم يبقى اقرب لانه يكون واحد حتى لو هضرب المثل البسيط الاب مش موجود والولاد سالوا الام سؤال ما طلبوا منها طلب وادتهم رايها طبعا انا احب انه طلبات الكبيره لما الاب يتسال يقول هراجع ماما لما الام تتسال هراجع بابا ليه بقى بنطلب دايما من الاهالي يعملوا كده مع اولادهم عشان الولد يعرف ان في مراجعه الناس عشان بتتشاور عشان ما يتسابش فراغ لو الولاد عندهم تقاوي انحراف يبتدوا يشغلوا التقاوي دي وتنبت العبوا بيهم وتنبت صح في الفراغات دي يبقى انا ما سيبش فراغي ما سيبوش ازاي انه الاراء بتاعه الاب والام بتقع حتى لو حد تجاوز او اضطروا ظرف معين انه يقول لبنته ولا ابنه اوكي انا موافق على الحاجة الفلانية او خدي الفلوس الفلانية او لا ما تعمليش الحاجة الفلانية ما تخرجيش مع الناس دول حتى لو حد اضطر وهو غلطان والتاني عرف ما يغلطوش شوف بقى سعادتك الادب والحشمة وصلت يعني لو الاب تصرف غلط مثلا بالنسبة للام وخلاص هو خد القرار تتناقش معاه بينه وبينه بقى بس انما تقول لاولاد اوكي مدام بابا قال اوكي مثلا كده صح كده صح جدا ليه تاني الاختلاف بين الاب والام مع المراهقين بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده بالذات بيفتح فجوه فراغ الفراغ ده هو الارضيه اللي لو الولاد عندهم تقاوي لا قدر الله انحراف تقاوي جينيه بشخصيتهم كده طبعه تبتدي التقاوي دي تنبت في الفراغات دي تمام اصل انتي قلتي لي مش عارف ايه وبابا كذا يبقى انتي بابا بقى ما بتعرفيش تاخدي منه حق ولا بطل ما انتي هتفضلي طول عمرك مش عارف ايه تقوم الست قلبها على الراجل والواد بقى بيوقع بينهم مثلا يعني طيب في بس نقطه هنا لو حتى الاب او الام قال راي قرار وبعدين الاب مش موافق طب في طرف تاني مش موافق عليه ممكن يعملوا مناقشه مؤدبه قدام الولاد يعني تقول انت ليه وافقت فلان وجهه نظري كذا 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 يقوم الولاد يفهموا انه مسموح ان الواحد يغير رايه طيب في اطار يعني أدب. مؤدب لا مش موافق بس انا بحب بقى جديد اللي حضرتك قلت لي عليه ده صح جدا بقى ان انا اخلي الولاد اقول لهم وانت ايه رايك طب انت تفتكر انا ليه رافض العب انا ساعات اللعبه دي مع اولادي واسكت يعني نعلمهم المشوره ادي المشوره بس ما اقعدش انا اتناقش انا وامه مش ماده سائغه ليه ان هو يتفرج علينا احنا نهزر وندلع بعض ونزغزغ هو دايما هو شايف ان المناقشه دايما بين الزوج والزوجه بيبقى فيها اصوات عاليه وكده وده بيحصل حقيقي بيحصل ما بحبش الولاد يتعرضوا الولاد شوف حضرتك تعرف خدوا فالكم من عيالكم صحيح البنت بنتي امبارح ادتني درس اصلها كويس ربنا يبارك في صحتها ما انت جاي مختلف النهارده جاي متقدم عمال يتكلم على الادب والحشمه وكده والله العظيم عملت فيك ايه اسمها ايه الاول نور 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 قلبي وعيني نور بقى امبارح بتكلم معاها الجمعه قاعدين قعده صفا بعد الصلاه وبعدين مش عاجبني فيها حاجه هي من اكثر البنات في سنها ادبا وخلقا يعني وشاطر الله اكبر عليها انما في حاجه مش عاجباني فيها فقعدت اتناقش معاها زعلت مني لان انا حست بهجوم مني عليها صوتك عالي شويه
احتديت عليها بشكل ما من غير ما اسيء الادب معاها يعني. تمام. ما اقدرش اسيء الادب، مش بمزاجي، مش اختياري يعني، بخاف برضو على كرامتي. قامت داخله اوضتها، سيت استاذنك بس دقيقتين، دخلت ورجعت تاني ماسكه التليفون وبتقرا لي بحث، مراهقه في سن المراهقه، بتقرا لي بحث عن الاختلاف، اختلاف الاجيال، وازاي الجيل الكبير اللي هم المفروض انا يستوعب ويقدر الجيل الصغير، وان احنا مش مقدرين حجم الكونفليكتس اللي هي الصراعات اللي الجيل المراهقين دلوقتي بيتعرض لها. ويؤسفني يعني ان انا اقول لحضرتك ان اللي بتقوله ده يؤسفني، عشان انا قلبي اتوجع عليها يعني وعلى اللي في سنها. حقيقي جدا الصراعات اللي انا تعرضت لها في جيلي وانا قدها، لو كانت واحد، الصراعات اللي الاجيال دي بتتعرض لها 100. الموضوع مش على العموم والاطلاق زي ما احنا كنا بنقول، ما هو كل جيل بيجوا ناس ينفعوا للجيل ده، ما ينفعوش اللي مش عارف الزمن اللي قبله، والكلام مفهوم. انما الفجوه الاجيال الجديده دي اللي طلع مراهق دلوقتي، العشر 15 سنه اللي فاتوا عاشهم من ابو تليفون ده، وكميه الانفتاح على العالم الخارجي، والتمزق ما بين الثقافه العربيه المصريه الشرقيه الاصيله، وتعرض ولادنا للثقافات الخارجيه اللي فيها انفتاح، اللي هي الليبرال كوميونيتيز، المجتمعات الليبراليه، عملت فيهم تقطيع يعني، اتمطوا تمزق. وده اللي كانت نور بتعلمه لي امبارح واتعلمته يعني، وصلت الرساله. فانا اللي بقوله النهارده، بقوله ايه اللي ممكن نعمله علشان كفايه العيال صراعات ما بقاش استغفر الله العلي العظيم، ربنا يسامحك، يقول لك ما بقاش انا والزمن عليهم. القصه فيها حاجه مهمه جدا، ان هو دكتور طب نفسي، البنت دخلت وخرجت فقالت كلام فقعد سمعه واقتنع بيه لانه كلام كويس، ودي هي دي العلاقه. مش بقى ده هو دكتور، دي شغلته. انا افتكرت الموضوع ده لان سعادتك بتقول لي لسه ينفع نتناقش قدام الولاد. لا، انا ينفع اسكت واسمع الولاد. يا كان لسه عندنا محاضره من كام يوم في معرض الكتاب لطيفة عن ثقافه الحوار. طبعا ثقافه الحوار قد ايه مهم ان البني ادم يسكت تفكيره ويقفل بقه ويسمع. لانه ان لم يسمع فهو عايش باللي يعرفه وبس، مفيش اي اضافه. الصمت منجا. منجا مظبوط. احنا بنعمل ايه بقى؟ لازم انا بقى الرساله اهي، الاب والام يبقوا بيتكلموا بنغمه واحده بتون واحد مع الاولاد. الاولاد لما يتكلموا ويجوا يحكوا لنا عن اللي حصل بره، بلاش قصه ان انا نط في بق الواد واقول له اصل انا حذرتك وجالك كلامي بقى. وانا صغير كنت بعمل له، كنت بطلع الاول في كل حاجه، ولا اول ولا بتاع، بيطلع عقده يا عين. طب بيطلع عقده ليه؟ لانه ضعيف. طب ما بقى قوي الاول. اذا اللي بياخد قرار جواز وبعدين بياخد قرار خلفه، ده انت جامد قوي يعني، مش سهله طبعا، ما هياش كده بحكم الطبيعه، والا كنا بقى. طب بمناسبه كلام حضرتك الشيق ده، رؤية موجودة دائما، هي رؤية ايه؟ عايز ابني يعمل اللي انا ما عرفتش اعمله. عايز ابني يبقى عمل في حاجة انا فشلت فيها، بعايز هو يطلع يعملها. مصيبة سودة. وهو ملوش في القصة اساسا. مصيبة سودة. والناس بتطلع مرضى ليه يا محمود بيه؟ في مش في امراض اولية وامراض ثانوية نفسية يعني. الاولية دي واحد نام وصحي عيان، زي اللي نام وصحي جاله برد كده. الثانوية هي وده اسبابها، كان العبقري محمد صبحي كان عمل فيها. فنان كبير. يعني ايه انا يا خربة الرسود على اللي بنعمله في عيالنا. يعني ايه انا عشان ما حققت الشيء ما فنفضل سايق ابني في اتجاه انه يحققه؟ ده انا بشوف منها بلاوي فيها. اقسم لك بالله العظيم ان انا بشوف منها بلاوي في عيادتي، ان يجي حد قامة وحاجة قيمة وسيمة وما شاء الله وتمام، يقول لك انت فكرك انا المنظر، انا جاي لك عشان تعالجني من القرف اللي انا عايش فيه. ليه يا سيدي؟ ده انت الله اكبر اسم وبتاع سمعه وغنى، الله اكبر وتمام شاطر جدا. اللي مين قال لك انا عايز اشتغل الشغلانه دي؟ انا مش عايز اشتغلها. ده انا لحد النهارده ابويا اللي مات من 20 سنه، لما بفكر اعمل حاجه تانية بفتكر صورته قدامي فبخاف اعملها. فانا لحد النهارده ملتزم باللي انا بعمله ده، وعشان كده نجحت، علشان اراضي ابويا اللي مات ومش عارف اطلع من العقده دي. دي حاجه مكتوبه في علم النفس. صحيح. بس انا بقول لحضرتك صحيح. على ارض الواقع انا بلاحظها على في ناس كتير. عشان كده النصيحه بتبقى دايما اهي التانية اهي، يا اهل الخير خلونا ندور الذكي مننا واللي ربنا بيبارك له بقى ينعم عليه بانه ياخد باله من المميزات والميزات اللي عند ولاده،
فيبتدي ينميها زي ما هي موجودة عندهم بغض النظر عجباني ولا لا. يعني يا حمود بيه انا بشوفها في الرياضة، انا لازم ابني يطلع بطل مصارعة. ابني مصارعة ايه دلوقتي؟ في ام ام اي وفي كيك بوكسنج ومزيكا. الواد غاو هيبقى مزيكا عالمي لا يوديه في حته تانيه. حتى في نفس ذات الشيء يعني مزيكا يقول لك انا عايز يطلع بيانيست، امهات بقى الارستقراط. أيوه. بيانيست الواد عايز يطبل يا اخي يعني مثلا عايز يطلع درامر اي حاجه. طبعا عاديك بقى الابهات والامهات الواد يجي يتحايل عليهم هات لي اورج هات لي بتاع ويطلعوا يقدروا يقول له بس بعدين بعدين. طنش لما طنش وسايبه قاعد بيعمل ايه؟ سايبه قاعد بيعمل ايه؟ اكتر الولاد وحصلت قدامي الايام اللي فاتت دي اللي قيل عنهم انه قصه القرايه بتاعت زي ما احنا بنحب نقرا كده الجرايد والكتب لحد النهارده، الاجيال الجديده كلها على الشاشات، فاكني دخلت رهان مع ناس يعني. واد بيحب ابوه جدا وبيكره القرايه وضعيف جدا في المدرسه، قعد جنب ابوه وشرط عليه انا بكتاب، انا عارف مزاج ابنه في حاجات معينه كده اصحابي، وشرط على ابوه يجيب كتاب سهل جدا جدا في الحاجه اللي الواد بيحبها، وخدوا هما الاثنين بس وقعدوا في حته حلوه جدا جدا في الشمس كده ظريف. فالراجل عمال يقرا وقلت له اعمل بقى السيناريو ده، خدوا بالكم الحته دي لطيفه يا رب نقدر نعملها كلنا. والراجل قاعد يقرا والواد عمال يتكلم معاه ويبص في الكتاب بتاع الاب، والاب مش عارف اكنه مش عارف يقرا يعني. فقال له بقول لك ايه، ما تسيبني عشان الحته دي، اقول لك سيبني ربع ساعه هخلص الحته دي وخد انت اقرا ده وانا هقول لك انا طلعت بايه من كتابي، وقول لي يا اخي طلعت بايه من كتابك. اتنين رجاله قاعدين مع بعض، الواد عنده 10 سنين وابوه عنده 50 سنه كبره. كانت النتيجه ان الواد علم ابوه برضه من الكتاب اللي قراه. طبعا طبعا قراه باستمتاع جدا وبيقراه بقى عشان يشرح لبابا، ده اللي كانوا بيقولوا ما بيقعدش يقرا سطر. قعد ساعه ونص يقرا. صحيح. شوف ازاي انت عايز تعلم ولادك القرايه، القرايه العامه بقى كده الثقافه العامه، اقرا انت. هو لوحده في لحظه من اللحظات هيسحب كتاب، هيسحب حاجه. بيقلدون يعني. بيقلدون في السن الصغير. الحاجه الثانيه بقى، ما نجيش احنا بقى نشتكي لما افضل انا زاهد ولادي لحد ما يبقى عنده 15 سنه 20 سنه ومفيش لغه بيني وبينه ومفيش اللي يسموه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي لما افتكر مخزن الذكريات. مفيش محتوى، فيش محتوى. انما في ابهات تيجي تلاقي هو الواد، الواد عنده 15 سنه طبعا دماغه في حته تانية خالص غير ابوه، ولا بقى في اهتمامات تانية وطموحات تانية، تلاقي ان من مخزن الذكريات هم مكملين على البناء. الواد بيعلم ابوه حاجات والاب بيعلم ابنه حاجات وبياخدوا يده مع بعض. بقول بعد اذن سعادتك الحته بتاعت انه لما نسمع ولادنا يوم ما بنناور، نناور يعني انا سمعت اهو، دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه المناوره، يعني اكني بمسك مع ابني الموضوع واعلمه التحليل، التفكير التحليلي من غير مباشره يعني ببساطه. ببساطه، واكني مش بقول له هو اعمل كذا، انا بقولش حاجه دلوقتي. انا بتناقش معاه في الموضوع. وعلى فكره يا جماعه الموضوع ده ملوش دعوه بان حد علمه جه بس بيتكلم مع ابنه. ده من خبرات الحياه. صحيح. يعني جاي بيقول لي ده انا المدرس ده عمل لي كذا في المدرسه. بقول له ها وايه كمان؟ انا بحاول اقول الكلمه دي يعني اذكر نفسي واياكم دايما، وانتوا تسمعوا اولادكم وما يجوا يخلصوا او يتلجلجوا او يتكسفوا او يدمعوا او يتنرفزوا اهدى خالص وقول له اسكت شويه، وقول له طب وايه كمان، كمل انا معاك. كلمه السر مع اولادنا، لان الواد بيختبر انت بتسمعه ازاي. اولادنا يختبرونا. انا هقول لبابا الحته دي، هديله المذهب ده، والله شبط معايا هكمل. قفش خلاص كده. لو انا قفشت على ابني مره وقفشت يعني قلت له اسكت، سكته رجعته مره او اثنين او ثلاثه او اربعه هيبطل يكلمني خالص. صحيح. لو فتحت له البوابه بالطريقه دي بتاعت وايه كمان، احكي لي تاني، طب طب انت حسيت بايه، وده بيحصل. طيب فكرت الكلام اللي حضرتك قلته واضح جدا، ويمكن يكون عندنا استكمال للي بيشوفونا. يبعتوا يقولوا زي ما الدكتور حكى كده عن بنته نور، لو هم في حكايات او الشباب يبعتوا لنا ايه اللي بدايه من تصرفات الاب والام، لان دي مساله مهمه جدا، لان احنا لسه ما دخلناش في السلوك الشخصي. انت حضرتك كل اللي كلمت حوالين العلاقه ما بينهم، انما انا ممكن كاب او كام يبقى عندي سلوك شخصي مؤذي جدا لكن بعمله وشايف ان انا صح 100%. صح. فده ممكن حضرتك تبعتوا لنا كل اللي ممكن يدور حوالين الحكايه دي. اب في حاجه بينه وبين ولاده، ولاد في حاجه بينهم بين اباطهم،
العلاقات الزوجية اللي بتفشل وبيبقى نتيجتها بعد شوية يعني شيء مرعب بيشوفوه الأولاد في سن المراهقة، وده شيء رهيب. فممكن تسمح لنا بلقاء آخر حوالين هذه القضية. أشكرك دكتور. شكرا دكتور. صباح على خير.